جميع من تبلغه كلمة في هذا أوصيهم بأن يعنوا بكتاب الله، فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو الأصل لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم ويقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره وأوقات فراغه، حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعلم مراد ربه وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعنوا بالقرآن العظيم عناية خاصة تامة تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ثم طلبا للفائدة ثم العمل. وعند الإشكال يراجع العالم زميله ومن لديه فائدة في هذا ويبحث معه فيما أشكل، ويراجع كتب التفسير المعروفة ففيها الخير الكثير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم، يراجعها فيما أشكل ويستفيد بحل ما أشكل عليه، ويراجع الأدلة من الأحاديث إذا خفي عليه الأمر من الآية ولا يتساهل. فالكتب بحمد الله ميسرة والأدوات التي يستعان بها ميسرة من كتب الغريب وكتب اللغة وشروح الحديث ووصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم. ومن يقرأ القرآن وليس بعالم سوف يفتح الله عليه إذا تدبر وتعقل، وفي ذلك أيضا رقة لقلبه وقوة لإيمانه وتذكير له بالآخرة وبحق الله، فيزداد علما وهدى وتقوى ولا يحرم من علم يستفيد وخير يصل إليه. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني، من أنكرها كفر، من أنكرها وقال لا حاجة إليها هو كافر ضال في إجماع المسلمين. هي الأصل الثاني أنزلها الله على نبيه لتفسير كتاب الله والدلالة على ما فيه ولبيان أحكام أخرى جاءت بها السنة. قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله جعل نبيه مبينا للناس وموضحا لهم ما قد يخفى عليه من كتاب الله. فالسنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. فأوصي إخواني أهل العلم وطلبة العلم بالعناية بالسنة والحرص عليها ومراجعة متونها وأسانيدها والحرص على حفظ ما تيسر من ذلك،